في تاريخ الأوبئة احتاجت بعض اللقاحات عدة جرعات حتى تكتمل المناعة ضد الوباء. مثلاً الثلاثي البكتيري يحتاج 6 جرعات، أولها بعمر شهرين وآخرها بعمر 11 سنة حتى يكتمل التحصين. وهذه 6 حقائق عن الجرعة التنشيطية للقاح كوفيد-19. الجرعة التنشيطية هي جرعة إضافية تعطى بعد 6 أشهر على الأقل من الجرعة الثانية حتى تنشط المناعة، وهي متاحة حالياً للفئة العمرية 18 سنة وما فوق، وينصح بها بشدة للكبار من عمر 60 سنة. ما هو اللقاح المتاح للجرعة التنشيطية؟ هو لقاح فايزر بيونتك، بغض النظر عن نوع اللقاحات في الجرعة الأولى والثانية، وقد يضاف لقاح موديرنا قريبا. هل للجرعة التنشيطية أعراض جانبية؟ في الغالب أعراضها لا تختلف عن أعراض الجرعة الأولى والثانية المتعارف عليها. هل الإصابة السابقة بكوفيد تكفي؟ الإصابة السابقة لا تؤثر على قرار الحاجة للجرعة التنشيطية. الجرعة التنشيطية ضرورية لتنشيط المناعة بعد انقضاء 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية، خاصة في وجود متحور دلتا.